بالنتيجة هي كمان أم، يعني شفتي المهم أجت وخلاص. ما ضل كتير ما؟ كوراي وينه؟ كوراي عند أمه. ليكي أنا كتير توترت، رايحة أغسل وشي بركي برتاح. انتبهي. كيفك؟ الآني بس عم مشي حالي. أمك ما رح تجي؟ لا، كوراي وأمه ما حبوا حدا يحضر. أيوة فهمت. يعني أنا الوحيد من طرف العريس. البنت اللي من طرف العروس حلوة كثير. أنت رح تكون الشاهد تبعه؟ لا تفكري بهالشي. عم تسمعيني؟ بهديك الليلة وبيلي صار هنيك لا بقى تفكري. يلا وعديني لنشوف بأنك ما عاد تفكري باللي صار وباللي راح. ليكني أنا ما عم فكر بشي تاني غيرك. فريحة أنا وأنا كمان بحبك. تليفون عمتي هون. بيكون هون. ها فوت. اجيت يا رفيقي؟ كيفك؟ شو الأخبار؟ الأخبار عندي. شو يا بنت، صرنا قراية بشكل رسمي. شو صاير؟ عم اقول لك بلا هاي الحركات أكيد أنت شاهدة. أنت شو عم بتقول؟ شاهدة شو؟ عم احكي عن كوراي رح يتزوج. شو؟ انت شو عم تخبص إلكر؟ ليكون عن جد انت ما عندك علم. يا بنتي كوراي رح يتزوج قرايبة فريحة وعرسه بعد شوي بدائرة بشكتاش للزواج. ما رح يتم، ما رح اسمح لهذا الشيء، ما رح اسمح لك كوراي. الياس وخديجة موافقة على الزواج من كوراي أوناك بكامل إرادتك ومن دون أي ضغط عليك من حدا؟ موافقة على هذا الشيء؟ أي موافقة. وانت كوراي أوناك ابن لإسماعيل وهالة موافق على الزواج من كلثوم كرمان بكامل إرادتك ومن دون أي ضغط عليك من حدا؟ موافق على هذا الشيء؟
موافق. شهود، وانتو بتشهدوا على زواج كوراي اوناك مع كلثوم كرمان، تشهدوا؟ انا بشهد. وانا بشهد. الف مبروك. فريحة، انت ما نجحتي بنت العمة، انت نجحتي. لمين بدي بارك؟ بارك مين منكن؟ انت يلي طالعتي موضة بنت الناطور، انت اللي لازم تكوني قاعدة. بس لمين بدي بارك؟ تزوجت ولا لسه؟ كوراي تزوجت ولا لسه؟ كوراي جاوبني، تزوجت ولا لسه؟ هاندا روحي. كوراي انت كيف تقدر تعمل فيني هيك؟ هاندا امشي. كيف بتعمل فيني هيك؟ كوراي جاوبني هلا. هاندا يلا روحي. بدخيلك عمتي، عمتي أختي، أختي شدي حيلك شوي. عمتي شو صار لي؟ شو صار لي؟ أختي شوي شو صار لي؟ فكي فكي، طولي بالك طولي بالك. عم فكوا عم شيلي لها شيلي لها يا جماعة. شو صار لك؟ أمي قولي لي شو صار لك؟ عمتي شدي حيلك. قلت طولي بالك يا البنت، ولا جيت لها ورجع بدها منا. أخ يا ربي. كوراي خلينا نطلع من هون فورا. اخ اخ يا اخي، والله نحن ما تهنينا فرحتنا. يلا يلا قوم يلا عمتي قوم يلا. شدي حيلك شوي خلص. على مالك على مالك يا اختي على مالك. يلا ممكن تترك ايدي امير؟ امير انتوا عارفانين شو عم تساووا؟ كوراي عم يتجوز وانت شاهد على زواجه. لك انتو الاثنين جنيتوا، شو عم تعملوا؟ بكفي هاندا، حاجة تعيطي. تعي لهون كوراي، تعي لهون. لك امير تركني. خلص كوراي تعال هون. كوراي لك كوراي، تعالي معي. كوراي تعالي. كوراي تعال هون. تعالي معي. امير ممكن تتركني؟ تركني امير. هاندا أنا كنت عم عاني عذاب الضمير بعد يلي صار فيكي. كنت ندماني حتى على المجلة. أنا عن جد ندمت بعد ما عرفت بقصة خطبتك واختطافك وشو يلي صار فيكي. بس كان ندمي كله على الفاضي. أنتي دائماً كنتي عم تلعبي فينا. لك أنتي السبب، أنتي يلي علمتي قرايبتك على نفس الطريقة. هاندا بكفي، امشي بقى بكفي. هلا أنا ماني ندماني على أي شيء. أمير اتركني. انت وحدة رخيصة وبتستاهلي كل شي صار فيكي. فريحة ما كفاك يا امير، وهلا ورطتي كوراي معك. هاندا امير اتركني. اركبي السيارة. فريحة مين هاي الشقرة يا بنتي؟ ها شو بدها وشو اصلها وشو فصلها يا روحي؟ ويا شو لها علاقة بصهري؟ احكي لي يا بنتي شو بدها منا.
خلاص لا تخافي يا أختي خديجة، اصبري شوي. كوراي بده يدفع ثمن اللي عمله، صدقني يا أمير رح حاسبه على هذا الشيء. خلاص بكفي بقى، زلي من السيارة هاندا. أمير زلي هلأ، خذي تاكسي وروحي على بيتك. كمان أنت بدك تتركني لحالي؟ هاندا أنت بتصرفاتك حكمتي على حالك إنك تبقي وحيدة. إيه عم بتركك لحالك هاندا، وأنت المسؤولة عن هذا الشيء. استني، ما فيك تروحي هيك، ما فيك تروحي على الغرفة. ولك بكفي، عم اسكت واسكت خليها بقلبي. شو كان قصدها هديك البنت؟ بدك تحكي وإلا بطلع لفوق. شو بدك تساوي لما تطلع لفوق؟ شو بدك تحاسب الزلمة اللي انقذ حياتي؟ فريحة جاوبي بهدوء وبدون عصبية. شو قصدها هديك المرأة؟ شو يعني انه كان لازم تكوني على الطاولة؟ وشو يعني انت ما نجحتي؟ وشو يعني انك ورطت هداك الزلمة كمان؟ فريحة قلي لي انت شو اللي عاملتي، شو يلي عاملتي لحتى تجي وحدة وتحكي شروي غروي عنك؟ شروي غروي ليش يعني؟ هي شو حكيت؟ قالت رخيصة وبنت ناطور، حكيت عن المجلة وقالت انا ندمانة، شو ما فهمتها؟ غبي. ليش خليل اتصل بأمير؟ ليش؟ فريحة يلا جاوبي اخوك. أنا شو بيعرفني؟ اسأل هداك المجنون. شو اسأل هداك المجنون؟ عم تتمسخري علي؟ لك من وين خليل بيعرف أمير؟ شو مشكلته معه؟ ليش ما اتصل فيني؟ احكي يلي بدك يا، بس لو أمير ما أجى لهني كنت أنا يا أما رح جن يا أما رح أموت. لو شو ما حكيت أمير هو اللي أنقذني، وما لك حق تحاسبه بنوب. بدي اعتذر عن رفيقتي. لحظة يا شب، استنى دقيقة بس. ابني انت انقذت حياة بنتي، ما فيني ردلك جميلك بحياتي، وانا أنا مستحيل إني أنسى هالشي طول عمري. بس قصة كلثوم حرقت لنا قلبنا. أنت فيك تغطي على أخطاء رفيقتك، أما نحن هلأ بعيلتنا ما رح نقدر أبداً نرفع رأسنا. الشغلة يلي أنتو بتسموها صداقة نحن عنا ممنوعة. ممنوعة مع الشاب والبنت، ما فيهم يكونوا أصدقاء. يا ابني من بعد هلأ إذا بشوفك مع بنتي أو بلمحك معها، بس لا أنت ولا بنتي فيكن تتحملوا عواقب هالشي. حط هالشي ببالك ولا تنساه أبداً.
أمير أنت شو عم تساوي هون؟ أنا كان لازم شوفك، نطرت لحتى انطفت أضوية البيت. أنت منيحة؟ أمير أنت كنت عارفان بخصوص قصة المجلة؟ أي بعرف، بعتذر لأنك عرفتي بهذا الشكل. حاولت إني خبرك بس ما قدرت، عن جد بعتذر. خلص ولا يهمك. ما عاد مهم بنوب، لو هندا حكت شوي كمان كانوا رح يعرفوا فينا. أنا كتير خايفة. لا تخافي، يمكن هذا هو الصح، إنهم يعرفوا. لو ما شفت نظراتك وأنا واقف قدام الباب كنت رح أخبر أبوك. أنا بعرف بابا كتير منيح، هو صعب كتير. شو اللي كان سهل فريحة؟ تعرفي شو كان أصعب شيء؟ إني ما قدرت أخبر أبوك الحقيقة وأنا عم بسمعه. ما قدرت إني أقول له أنا بحبها لبنتك، بس سمعت كلام وما قلت ولا كلمة واحدة. شو بدنا نسوي؟ رح نعمل المستحيل. أنا كتير بحبك. وأنا كمان بحبك كتير. هاندا ضليت نايمة عندك؟ ايه، اتصلوا فيني من البار، شربت كتير وقلنا مثل العادة ما أنا هون. ما حبيت اتضل حالها، كنت واعد كوراي بهالشي. ماشي خلص مو مشكلة، ما في داعي توضح. المفروض ما في داعي غير من هاندا. هيك يعني هي منيحة؟ لا أبدا، هي منهارة. غريب، أنا فهمانة حالتها. كانت مفكرة لو شو ما عملت ما رح تخسر كوراي، وأنا هيك كنت فكر وأنا معك. لا تحكي، لا تقارنينا مع حدا فريحة، حتى آلامنا وأخطانا كمان لا تقارنيها. أنا ماني عارفانة شو بدنا نساوي، أما أنا بعرف. أنت بس امسكي إيدي، وما في داعي إنه يشوفنا حدا ونحنا مع بعض، ما في داعي نفكر بحدا. بس نحنا ما فينا نتغاضى عن عصبية محمد وخيبة أمل بابا لما هو رح يعرف بكل شي بيناتنا. عيلتي أنا وكمان عيلتك ما فينا نتغاضى عنهم أبدا. مانك شايفتينا؟ هاي هي المشكلة؟ ما أنا هي، بس أنت خايفة. مو هون بس المشكلة، أنت خايفة منا؟ جاوبيني على سؤالي. بوجودك أنا مالي عم خاف من شي بنو، بس لما بتغيب بصير بسأل حالي أسئلة كتير. لو ما وقعنا بإيدين خليل، ولو نحن ما عشنا هداك اليوم سوا، كنا هلأ تاركين بعضنا. أنت قلتي إنه نحن بنهاية دربنا، وأنا وقتها تركتك، بس أنا قلبي ما قدر يتركك أبدا. وقتها كل شي عشناه كان كذبة، واليوم نحن هون وهي الحقيقة. كنت رح تقدر تنسى اللي عملته معك؟ انت نسيتي كذبة واحدة من يلي قلتلك ياهم. بتتذكري وقت كذبت عليكي لحتى تحسي بالألم؟ شو عملت فيكي فريحة؟
حاولت تصير إنسانة تانية بليلة وحدة وما نسيتيها، لأني أنا ما عم بقدر أنسى كمان. يمكن النسيان ما نو حل، لازم نتجاوزه. طلعي فيني، قولي شو بدك. حابة نصير أنا وياك واحد. رح نصير. يعني لو كانت من دون ما أقصد أو رغبة مني، عملت شغلة كتير سيئة فريحة. صراحة أنا هديك الليلة شفتك وأنت عم تنخطفي، يعني قصدي شفتك بس كنت شربانة كتير، حتى أني ما عرفت أنك أنت. وبعدين لما أجت الشرطة وعرفت أنك انخطفتي خفت كتير وما قدرت أعترف وأقول لهم أني شفت الحادثة. خفت لأنه توقعت أنه الكل يفهموني غلط. رح تسامحيني فريحة مو هيك؟ فريحة لا تسمعي كلامه. يمكن انت كمان ما رح تصدقيني بس صدقتك جانسو. عن جد عم تحكي؟ شكرا كتير فريحة. فريحة انت شو عملتي؟ انت عن جد مصدقتيها؟ هي عم تقول انها صادقة. فريحة لما دورت عليكي هي كانت بتعرف وكان معي حق بخصوص جانسو، وهلأ ما فيك تصدقيها. هي عم تقول إنها صادقة، أكيد هلأ ما رح إلا إنك وحدة كذابة. يا الله. المهم أنا هلأ فايتة على المحاضرة، فيك تاخذني لعند كلثوم بعدين؟ رح أخذك. زين يلا خليني اتصل بكوراي. تليفونه مسكر من امبارح وانا عم بتصل فيه. ماشي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.